وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الاستاذ تيسير مطر، عضو تحالف الاحزاب المصريه. سيد تيسير، بعد التحيه، كيف قابلتم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه واقرار العلاوه الاستثنائيه ومد حزمه الحمايه الاجتماعيه الى 30 من يونيو ورفع الحد الادنى للاجور الى 3000 جنيه؟ تحياتي لسيادتك ولكل المشاهدين، وعايز اقول ببساطه كده شكرا سياده الرئيس، شكرا الأب الغالي لكل المصريين اللي بيشعر بالمصريين فعلا. لما نيجي نقول عشان نبقى بنتكلم بهدوء وببساطة، امبارح انتهى المؤتمر الاقتصادي، النهاردة وطلع بتوصيات، النهاردة نلاقي توجيهات سيادة الرئيس بتتنفذ على أرض الواقع. بإيه؟ ب 300 جنيه إضافي لكل مواطن يعمل في القطاع العام أو في القطاع الحكومي أو في صاحب معاش. دي حاجة عظيمة جدا، حاجة ممتازة، حاجة خطوة على الطريق بتؤكد شعور الأب بأبنائه وشعور الأب بناسه وحبايبه. النقطة الثانية بنلاقي، ودي برضو أنا بشكر حضرتك على الكلمة اللي قلتها، اللي احنا فعلا بنأكد إن ده رد على قوى الشر اللي كل شوية واجعين دماغنا بكلام وبيأججوا مشاعر وهم مش مدركين لأي شيء، وبنقول لهم من لا يمتلك المعلومة لا يمتلك القرار. فلو سمحتوا اسكتوا شوية بقى. النقطة الثانية بنلاقي رفع أنا عايز أقول لسيادتك كمان إن الناس استمرار دعم البطاقة التموينية لغاية 30/6 اللي جاي ده شيء كويس جدا، يعني استمرار، يبقى المواطن بياخد النهاردة 100 أو 200 أو 300 بخلاف ال 300 جنيه اللي طلعوا النهارده. رفع الضرايب ل 30,000 جنيه ده معناه ان المواطن الناس اللي بتاخد 3000 4000 يعني مش هيدفعوا حاجه خلاص او يدفعوا حاجه بسيطه جدا، فده بيؤكد على ان السيد الرئيس والحكومه اسعار الكهرباء كمان استاذ تيسير. ما انا جاي لسيادتك، انا جاي لسيادتك في الكهرباء، الكهرباء دي اهم حاجه كمان، ان اللي قعدوا يقولوا الكهرباء هتعلى البنزين هيعلى، طب اهو لا الكهرباء عليت ولا البنزين علي، انتوا عايزين ايه؟ النهارده استمرار الكهرباء لغايه 30/6 السنه الجايه بدون ارتفاع، يبقى المواطن حتى حاسس باستقرار، حاسس ان هو الدوله خدت بالها منه. مصر ام المصريين وام العالم، مصر ام الدنيا، مفيش حد في العالم عمل الكلام ده. انا عايز اقول لسيادتك انا عملت سيرش كده دور ما لقيتش حد عمل اللي احنا اللي سياده الرئيس امر بيه او اللي سياده الرئيس وجه بيه. دليل على ان رئيس الجمهوريه الاستاذ عبد الفتاح السيسي رجل اب للكل، يشعر بالكل، بيعمل من اجل الدوله، بيعمل من اجل رؤيه للمستقبل، يعني عايز اقول، انا عايز اقول كلام كتير جدا، هو حبيب للكل واحنا كمان بنحبه ومعاه ايا كانت الامور احنا معاه. أكيد. الدكتور الأستاذ تيسير مطر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، شكرا جزيلا لك.